Thumbay Hospital is part of the Thumbay Group. We have hospitals in Ajman, in Sharjah, in Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, India, and coming up in Oman and Africa also. This meeting has been arranged to encourage outside doctors to use our hospital, use our laboratory, use our facilities and support us in Fujairah. We have lots of doctors participating here, and we are also in our future plan, we are expanding the hospital. We are building a health club for men and women separately. It's called Body and Soul, with swimming pools, and we are also trying to build an English medium school. احنا بيشرفنا النهارده ان في عندنا اجتماعين مناسبه. الاولى اللي احنا بنجمع فيها المسؤولين عن المؤسسات المجتمعيه اللي موجوده في منطقه الفجيره وحولها, بحيث ان هم يتعاونوا ويكون في تعاون متبادل ما بين الخدمات الطبيه اللي بتقدم بمستشفى طبي في مستشفى تومبي في الفجيره, وما بين كل الخدمات الاجتماعيه والمجتمعية اللي هي موجودة في منطقة الفجيرة. احنا بنقدم الخدمة الطبية, واحنا بناخد منهم الفيدباك عن الخدمة الطبية وازاي نحسن الخدمة الطبية, وايه الحاجات اللي مطلوبة في المجتمع بجميع فئاته وبجميع طوائفه, ايه الحاجات اللي من الممكن ان احنا نقدمها في افضل شيء. ده اللي هو عبارة عن المناسبة الاولى. والمناسبة التانية, احنا عاملين تجمع لاكبر عدد من الاطباء اللي موجودين في المنطقة بمختلف التخصصات بتاعتهم, هم والعائلات بتاعتهم, والهدف منها اللي هي التعارف الكامل ما بين الأطباء المختلفين في منطقة الفجيرة وما حولها, يكون في تعاون ما بينهم اجتماعي, وأكيد كمان إن هو هيكون ممتد إلى التعاون الطبي بما يسمح بالتقدم الطبي في المنطقة كلها.